الجو ده يا رب، الجو ساقع جدا والمطرة دي، ايه ده انت هتبطل؟ معلش معلش، تعالى نروح في اي حته كده بعيده عن الشتا ده. هو انت ما جبتش جاكيت ليه كده يحميك من الشتا؟ يا عم اجيب جاكيت ايه يا عم، انت مش شايف الاسعار؟ اه والله صح، الاسعار بقت حاجه فظيعه. تعالى تعالى نقعد هنا شويه كده لحد ما الشتا تخلص وبعدين نروح. ماشي. بقول لك، هو انت هتعمل ايه في ارتفاع الاسعار دي؟ بتفكر في اي حاجه كده تطلعنا من اللي احنا فيه؟ اه والله بفكر، انا عندي فكرة، ابيع التلاجة واحط الفلوس وديعة في البنك بدل ما هي بتسحب كهربا كده على شوية المية اللي فيها. والله فكرة حلوة. اروح انا بسرعة بقى ابيع التلاجة اللي عندي برضو واحط فلوسها وديعة في البنك.